ونذهب الآن إلى الإسكندرية، يعني هذه المحافظة المهمة، ونذهب إلى زميلتنا شيرين مجدي. شيرين، يعني بالتأكيد برحب بك، لو تحدثينا عن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم في محافظة الإسكندرية لتنفيذ وتحقيق آليات هذه المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها اليوم، بالتأكيد بداية جديدة للإنسان المصري. تفضلي. نعم نسرين، بعد التحية أنا الآن أقف أمام ديوان عام محافظة الإسكندرية، والذي شهد قبل قليل إعطاء إشارة البدء لتنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. هذه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية للمواطن المصري. قبل قليل كان هناك اصطفاف لكافة السيارات المشاركة في هذه المبادرة بحضور سيادة المحافظ الفريق أحمد خالد، والذي كان متواجد وأعطى إشارة البدء، ومن ثم تحركت السيارات لتبدأ عملها منذ هذه اللحظة اليوم ولمدة 100 يوم قادمة سنشهد فيها العديد من المبادرات في العديد من المحاور، سواء في قطاع الصحة، التعليم، الرياضة، الثقافة، التوظيف. كافة هذه القطاعات سنشهد فيها خلال الأيام المقبلة العديد من المبادرات، والتي سيتم الإعلان عنها تباعا عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمحافظة ليستفاد منها المواطن السكندري بالطبع. وأيضا كافة هذه المبادرات منتشرة لكافة الفئات العمرية على مستوى كافة محافظات الجمهورية. لو نتحدث عن هذه المبادرة، هي تعد حلقة الوصل بين إمكانات الدولة و106 ملايين مواطن مصري بهدف تحقيق التنمية الذاتية والثقافية، لنكون أمام مواطن صحيح، واعي، مفكر، مثقف، صحيح، قادر على الإنتاج والعمل وبناء المجتمع المصري والدولة المصرية بشكل عام. لو نتحدث عما سينتظر المواطن السكندري في الأيام المقبلة في القطاعات المختلفة، نتحدث عن قطاع التعليم، سنكون على موعد مع تدريب للمعلمين وتعزيز التكنولوجيا في التعليم، وأيضا تطوير المناهج. في قطاع الصحة هناك العديد من الحملات التوعوية والبرامج الصحية والقوافل العلاجية. بالنسبة لقطاع الرياضة هناك دعم للأنشطة الرياضية المختلفة. أيضا قطاع الثقافة، تعزيز دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما، أيضا يعني مكتبة الإسكندرية، أيضا يعني هذا المعلم الشهير هنا في المحافظة. أيضا من حيث قطاع التوظيف وتأمين فرص العمل، سيكون هناك العديد من خلق فرص العمل والدورات التدريبية المختلفة يعني إعداد الكوادر الشبابية للسوق العمل، ليس المهن المتواجدة أو سوق العمل الحالي، بل أيضا للمهن المستقبلية والمهن الجديدة بشكل عام فيما يتماشى مع سوق العمل. لو تحدثنا عن هذه المبادرة، بتنقسم إلى ثلاثة مبادرات فرعية، من سن صفر أو حديثي الولادة حتى سن سنوات. هناك في هذا القطاع اهتمام بقطاع الصحة من حيث التطعيمات والإرشاد الأسري والتغذية، توفير الحضانات ورياض الأطفال بإعطاء مناهج مخصصة لهم في هذا السن، يعني بتهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي والاستكشافي للأطفال في هذا السن. بالنسبة لسن من 6 سنوات وحتى 18 عاما، تعتمد على إعطاء كورسات في العلوم والفنون وكذلك أيضا الرياضة، وبرامج لتطوير اللغة والتاريخ والثقافة والتعامل مع التكنولوجيا والاستعداد لسوق العمل. لكن في القطاع من 18 حتى كبار السن، ويعني بعد أكثر من 18 عاما، هناك تنمية المهارات لسوق العمل، سواء المهارات الذاتية أو المهارات الخاصة العملية على أرض الواقع من خلال التدريبات، وكذلك أيضا كورسات لتعليم اللغات. هذه بصفة عامة أبرز ما في هذه المبادرة. بعود إليك نسرين في الاستوديو مرة أخرى. شكرا ليكي بالتأكيد شيرين مجدي على كل هذه التفاصيل من محافظة الإسكندرية.